I've been a wild rover for many a year. استضافت بلدات الطيبة المسيحية الصغيرة في الضفة الغربية هذا العام مهرجان أكتوبر. استمر مهرجان موناكو مدة يومين. يحضر هذا المهرجان وبشكل تقليدي أكثر من 15,000 شخص. لا يتعلق المهرجان بشرب الشراب الخاص بالطيبة مع الجماعة، فهناك معنى أعمق. فهناك دعم للاقتصاد المحلي وهوية مسيحية قوية متجذرة يجب الحفاظ عليها. بالنهاية هناك شعب يريد العيش بكرامة وبدون التنقيص من حقه حتى عند إقامة مهرجان معين. هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها مهرجان أكتوبر. لقد أتيت لأدعم أهلي وأشاهد ثقافات أخرى في فلسطين. يمكنهم القيام بأعمال أكثر، فمن مدخول هذا المهرجان يمكنهم بالحقيقة دعم بعضهم وتحسين منتوجهم. إنها السنة السابعة لهذا المهرجان، نقيمه لكي نساعد أهل البلدة ولكي نضع بلدة الطيبة على الخارطة السياحية في فلسطين. وجميع المسيحيين الذين يتوجهون إلى الناصرة عليهم المرور بالطيب. في اليومين الأول والثاني من شهر تشرين الأول هناك مكان لكل شيء. يبدأ من مسابقة شرب إبريقا مليئا بالبيرة أو عرض للمنتجات المحلية وعروضات الموسيقى العربية، حيث تحاول كل فرقة أن تجعل زوار المهرجان يرقصون على أنغام موسيقاهم. يأتي إلى هنا الإسرائيليون واليهود. حتى مساء أمس أتوا ليفرحوا ويشربوا البيرة ويأكلوا من منتجات الطيبة المحلية. تجميع الكل كما هو مكتوب على الأباريق هو شغف بيرة الطيبة، وهي أفضل بيرة في الشرق الأوسط. إن ما نقوم به هو الشرب والتسلية. قال بنيامين فرانكلين: إن البيرة هي الإثبات أن الله يحبنا. أقيم هذا المهرجان لدعم أبناء الطيبة وفلسطين. نحن نقوم ببيع هذه المنتجات في الطيبة وليس في مكان آخر. وهناك من جاء كي لا يخسر هذا الحدث، فقد أتى حتى من موناكو في بافاريا لابسا لباسه التقليدي. أتى كي يتذوق طعم البيرة المحلية ولا يأسف على عدم حضوره مهرجان أكتوبر في موناكو. موناكو دي بافاريا and I used to live at Oktoberfest like every day it was there. أتيت من موناكو في بافاريا، وعندما يكون هناك مهرجان أكتوبر فأنا أشارك فيه كل يوم. هذا المهرجان في موناكو يجذبك. أتيت إلى هنا العام الماضي واكتشفت بالصدفة أنه يوجد مهرجان أكتوبر في فلسطين. ولكني وجدت مهرجانا حقيقيا وفنيا من قبل أناس يرغبون بعمل ذلك بأسلوبهم الخاص. It's the best beer I ever tasted in the Middle East. No, they never no more. Will I play a wild rover?